المرابطون في ضيافة جنوب السودان. بالنسبة لأصحاب الأرض، قرر رئيسهم حضور اللقاء رسميا، وقامت كل المحطات الإذاعية والتلفزيونية هناك بتعبئة الجمهور الرياضي السوداني لهذا اللقاء. وبالتحديد حسب بعض المصادر الإخبارية الواردة من هناك، فإن تشكيلة المنتخب الجنوبي السوداني لا تشهد أي غياب يذكر وجاهزة لهذا اللقاء، وأن خسارة جنوب إفريقيا الأخيرة من المرابطون جعلت الجميع هناك يعدون العدة والعتاد لهذا اللقاء. أما على مستوى المنتخب الوطني، فقد أعلن وبشكل رسمي غياب المهاجم أدم با والمدافع عبد الباء ولاعب الارتكاز يحيى دلاهي والأخير بداع المرض. ولذلك تشكيلة الغد ستشهد في الهجوم الاعتماد على الجناحين مولاي أحمد بسام وإسماعيل جاكيتي والقناص بيجلي سالم الذي حجز مكانته كأساسي عقب لقاء بافانا الأخير. أما في منطقة الوسط، فسيعول المدرب الفرنسي كورينتان مارتينز على جيديلي وبالاي وتقي الله الدناء. وعلى مستوى الدفاع، علي عبيد، مامادو واد، ولي عمر وعمر نداي. ولعل مفاجأة تشكيلة الغد حضور الحارس سليمان جلو كأساسي. الشارع الرياضي الموريتاني متفائل بهذه الأسماء، ويعتبر لقاء جنوب السودان مجرد استراحة محارب تحضيرا للقاء نسور قرطاج في المحطة القادمة من تصفيات بطولة كأس العالم. ولأهل جنوب السودان ما يقولونه، خاصة أنهم على أرضهم وأمام جماهيرهم وفي أول مشاركة قارية لهم. والإجابة ينتظرها الجميع من العاصمة جوبا، حديثة النشأة جغرافيا وكذلك رياضياً.